قامت فرق نزع الألغام بنزع كميات كبيرة من الألغام في مدينة الوزعية. الألغام متنوعة وخطيرة جدا على حياة المواطنين وعلى حياة كل المركبات وكل الساكنين في هذه المديرية. فرق نزع الألغام بذلت جهود كبيرة في لحل هذه المعضلة التي أرهقت كاهل المواطنين في هذه المديرية التي عبثت فيها الميليشيا لمدة أكثر من 3 سنوات عقاف. هذا صار يعني اشتعل. هم لقب ساكنين.